أخبار اليوم مع فراس حامد. أهلا بكم في نشرة جديدة من أخبار اليوم، نبدأها من سوريا. قالت مصادر عسكرية في الجيش السوري اليوم إن سلاح الجو شن سلسلة غارات على بصرى الشام وريفي اللاذقية وإدلب، استهدف فيها مواقع وخطوط إمداد لفصائل المعارضة. وأكدت المصادر أن الجيش أحرز تقدما ملموسا في منطقة الزبداني. المشهد السوري مع أمجد أبو عرفي. بين فكي كماشة تقاتل المعارضة ويعاني المدنيون في سوريا، فلم تكد تنقضي هدنة وقف إطلاق النار حتى أمطر النظام مدينة الزبداني ومناطق الريف الدمشقي بالعشرات من براميله المتفجرة، وفجر تنظيم الدولة الإسلامية سياراته المفخخة في ريف حلب. وفي المنطقتين مئات الضحايا بين قتيل وجريح، أغلبهم بطبيعة الحال السوري مدنيون. استهداف الأحياء السكنية داخل مدينة دوما بغارة طيران الحرب. وإذ تؤكد فصائل المعارضة وعلى رأسها أحرار الشام قدرتها على العودة إلى المناطق التي انسحبت منها، يؤكد النظام سيطرته على معظم مناطق الزبداني عدا كيلومتر ونصف الكيلومتر المربع فقط بقيت بيد المعارضة. إلى ذلك تقصف المعارضة المسلحة مناطق تواجد قوات النظام وحزب الله في محيط الزبداني، موقعة عددا غير محدد من القتلى بينهم، فيما قصفت بالصواريخ قريتي الفوعة وكفارية المواليتين للنظام بريف إدلب، وتفجر عبوة ناسفة بسيارة أحد الضباط الذي لقي مصرعه مع عدد من مرافقيه في العاصمة دمشق. أما شمالا فسلاح الجو التركي ينفذ أولى غاراته ضمن التحالف الدولي على أهداف لتنظيم الدولة داخل الأراضي السورية، فيما اعتبر خطوة متقدمة ضد التنظيم. وذلك كله يزيد من الضغط على المعارضة والمدنيين على حد سواء، لكن نتائجه غير مضمونة خصوصا إذا ما ارتد الفعل على فاعله. وكل شيء في الحروب وارد، يقول خبراء السياسة والعسكر. ولمواكبة المشهد السوري ينضم إلي في الأستوديو الدكتور حسن مرجع، إعلام ومحلل سياسي. مرحبا بك. في البداية نتحدث كثيرا حول ما يجري في الزبداني، هدنات إنسانية واقتتال وخرق للهدنة، ودعنا نقول بعد انهيار هذه الهدنة قصف مكثف من قبل الجيش السوري، والحديث عن تقدم واضح داخل الزبداني، ونحن نعرف أهمية الزبداني بالنسبة للنظام السوري، لكن ما أهمية الزبداني بالنسبة للمعارضة؟ نعم، بالنسبة للمعارضة الزبداني هي منطقة استراتيجية جدا. أول شيء بتبعد 54 كيلومتر عن دمشق، يعني مسافة جدا قصيرة. وثاني شيء هي محور بالنسبة للتوجه للحدود الغربية مع لبنان. وهي بالنسبة للمعارضة هي كانت إمدادات تصلها الأسلحة من الأراضي اللبنانية إلى داخل الزبداني، وكمان كانت محور مع التواصل للخطوط الشرقية للمعارضة، كمان كانت تمد بالأسلحة من هذه المنطقة يعني. كالقلمون بالضبط. وأشيك بالنسبة للنظام كانت أو الجيش العربي السوري كانت وحزب الله أنه من الأوليات أنه تنظيف القلمون من الإرهابيين الموجودين بمنطقة القلمون، وتنظيفها أيضا من منطقة الزبداني وتطهيرها بما فيها القرى المحيطة بالزبداني. وماذا يعيق على النظام من التقدم؟ دعنا نقول معركة الزبداني منذ أيام، حتى منذ أسابيع، ووصل النظام السوري إلى هدنة إنسانية مع المعارضة. ماذا يعيق يعني هناك التقدم بشكل واضح؟ نعم، هناك عدة أمور. من بيعرف أسلوب الإرهابيين الموجودين بالأراضي السورية وحتى في العراق، هم يقوموا بوضع ألغام ومتفجرات داخل البيوت أو المباني الموجودة بكل بلد أو بكل مدينة هم متواجدين فيها، وهذا بيصعب شوية التقدم تبع الجيش. يعني عنده هناك أول شيء بده يحارب الإرهابيين، بتراجع الإرهابيين ما بيقدر يدخل بشكل سريع، لازم تدخل وحدات الهندسة لتفك كل المتفجرات الموجودة وبعدين يحصل هناك تقدم. وكمان الوضع الثاني هو أنه وجود سكان شعب يعني اللي عايش هناك بالبيوت بمناطق الزبداني، كمان هذا المحافظة على
حياتهم، فبخلي التقدم يكون شوي بشكل بطيء نوعا ما. ولجمع المعلومات الكفاية والاستخبارات لضرب هذول الإرهابيين بشكل محكم. بالنسبة للهدنة اللي كانت توضع بالزبدان، يعني هي فيها النوع الإنساني لسحب الجرحى اللي موجودين بالمناطق، وطبعا القتلى، وكان من الإرهابيين عدد كبير جدا مقتولين بقلب الزبدان نفسها وفي ضواحيها، ومشان ما يتفشى أمراض معينة فكانوا يزيحون. وأهم من هذا هو بالهدنة كانت نوع من التسويات، يعني بالآخر أنه الإرهابيين الموجودين بالمنطقة الزبدان أغلبهم من السوريين، فأنه لعله وعسى أنه ممكن أنه يصير في تسوية مثل ما حصل في بعض المناطق اللي موجودة بسوريا. والنقطة المهمة اللي بحب أقولها أنه قبل ساعتين تقريبا من وصولي إلى استوديو وصل خبر هناك على بعض المسلحين الموجودين بالزبدان قاموا بتسليم أنفسهم إلى الجيش العربي السوري، بما فيهم قياديين اثنين من الإرهابيين. نعم، الجيش السوري يتحدث عن كيلومتر أو أكثر من كيلومتر مربع بقي من الزبدان يعني الذي يتمركز فيه عناصر المعارضة. لكن النقطة الأخرى بأن النظام السوري بدأ يشن غارات منذ أيام على ريف إدلب وأيضا على ريف اللاذقية، هل نشهد عودة للنظام إلى مناطق دعنا نقول انسحب منها أو خسرها؟ نعم فراس، احنا حكينا على الاستراتيجية هاي قبل كم شهر او قبل الاتفاق النووي الايراني مع الدول الست، وتحدثنا انه راح يكون في نوعيات جديدة او طرق او استراتيجيات جديدة عسكرية على الاراضي السورية. وبما ان وتحدث عن الموضوع هذا الرئيس بشار الاسد انه لا خيار للحرب على الارهاب الا في الحرب وليس في محادثات سلام أو حديث عن مفاوضات، لأنه هذول الناس ما فيك تتفاوض معهم ولا عندهم المسؤول أصلا تتفاوض معهم، لأن المفاوضات ممكن تصير بين قطبين مثلا متنازعين، حرب بين دولتين، حرب بين جهتين في إلهم سيادة في إلهم رؤساء اللي ممكن أنت تتحدث معهم. في عدم وجود هذا الشيء حتى المعارضة ما تسمى بنفسها المعارضة السورية، حتى وجودهم ما عندهم أي سيطرة على أرض الواقع أو على الإرهابيين اللي بيحاربوا في سوريا. ولذلك الحل، وهذا شيء مجزم، الحل لتطهير الإرهاب عن الأراضي السورية هو استمرار المعارك، وما عنده أي صلة. يعني كما قال الرئيس السوري بأن الحل عسكري، ليس الحل عسكري، ما في حل تاني، الحل هناك راح يكون بس عسكري. ففي احنا بنعرف إنه الجيش العربي السوري تسلح بالآونة الأخيرة بأسلحة متطورة أكثر، صار في الاستخبارات الروسية وبعد فترة 4 سنوات أو ونص تقريبا عندها استعداد تعطي معلومات اليوم من الأقمار الاصطناعية اللي بتراقب كل تحركات الإرهابيين. وإحنا اليوم إحنا عم نشوف إنه كل الضربات اللي عم يسددها سلاح الجو السوري هو ضربات محكمة لعتاد وآليات عسكرية وأسلحة اللي عم يحاولوا توصل للإرهابيين بمواقع معينة وبنجاح. يعني هذه الأمور وهل ترى النظام السوري والجيش السوري يبدأ بتكثيف عملياته العسكرية وغاراته على مناطق دعنا نقول لم تكن تحت أيديه، كتدمر حتى كإدلب التي خسر بها كثيرا؟ هذه هي المرحلة المقبلة بالنسبة للجيش السوري؟ نعم، يعني نحن التوقعات هي حسب الرسم الجديد أو الاستراتيجية اللي احنا شايفينها على الأراضي السورية راح يكون في لها تحركات لعدة مناطق مثل إدلب وتدمر وحتى بجنوب سوريا بمنطقة القنيطرة ودرعا، فهناك تحركات، في هناك رسوم جديدة وفي مخططات جديدة للعودة والاستيلاء على هذا المناطق من جديد. نعم، ودعنا نقول أنت تتحدث عن مرحلة مقبلة، السؤال إذا كان الجيش السوري، حتى الرئيس السوري قال بشكل واضح أن الجيش خسر كثيرا وبأنه منهك بعض الشيء وبحاجة إلى تعبئة، هل الجيش السوري قادر أن يستمر بهذه المعركة إلى سنوات أطول بما قام بها؟ يعني ما أثبته الجيش العربي السوري لغاية اليوم بعد حرب دام 4 سنوات ونص أو أكثر شوي حتى لم يفعله أي جيش بالعالم. حتى الجيش الأمريكي بفيتنام ما صمد كيف صمد الجيش العربي السوري أنه حاربوا 82 دولة، مع العلم أنه الجيش الأمريكي ما كانت حاربه غير فيتنام، يعني هاي أطول حرب الجيش الأمريكي استمر فيها كحرب. ولكن إحنا بنشوف أنه الجيش العربي السوري ما زال مستمر مع الخسائر اللي صارت مع الجيش، هذا مع الانفصال لبعض العناصر الجيش اللي انفصلت وتركت وانضمت إليه.
الى الارهاب، ولكن ما زال مستمر، ما زال في عنده قياده، ما زال في تواصل. يعني احنا بنسال انفسنا اليوم، في عندك مناطق يتواجد فيها الجيش والخطوط الامدادات تنقطع، مثلا موجود ارهاب بين منطقه ومنطقه، ولكن دائما الامدادات عم توصل حتى بما فيها مطار امدادات الخارجيه، امدادات الخارجيه وامدادات الداخليه للجيش نفسه، التواصل مع قوات الجيش، الوحدات الجيش الموجوده على الارض، في تواصل كمان بيناتنا. احنا بنشوف مطار كوريس لليوم صار محاصر، صار له فتره طويله اكثر من سنتين، وما زال العناصر الموجوده هناك بما فيهم رئيس الكليه الحربيه صامدين داخل المطار، والارهابيين بمحاولات كل يوم. امبارح حتى كمان كانت في سياره مفخخه بي ام في حاولت توصل، فجروها قبل وصولها للمطار. في امدادات اسلحه، في امدادات حتى مواد غذائيه، وليس كيف ينشر بعض الاعلام. هل برأيك المعارضه منهكه كما هو الجيش السوري؟ طبعا المعارضه يعني هي مبداها مبدا الكسب، ولما بينتهي موضوع الكسب معناتها شو بدها، هي مش راح تسيطر على ارض ولا راح، هذا هي مطمعها كان انه تاخذ قديش بتقدر مصاري، او يكسبوا مصاري من او يسرقوا ذهب وياخذوا كل الثروات اللي موجوده في سوريا. عندما العامل هذا بلشوا شافوا انه راح يخسروا كل شيء، ابتدانا نشوف انه في منشقين وصاروا يهربوا ومسكوهم بالاراضي التركيه. في كمان ظاهره جديده هسه من كل اللي يتم تسويتهم او تسويه عودتهم الى الحضن الام سوريا، يتم كمان ضمهم الى الجيش العربي السوري. يعني احنا بنعرف امبارح انضم حوالي 500 عنصر اللي كانوا بالجانب الارهابي، واليوم انضم يحارب مع الجيش. نذهب الى هذه النقطه، اريد ان نذهب الى ضيف اخر وهو السيد الشيخ خالد الخلف، محامي وسياسي عربي. مرحبا بك في البدايه شيخ، اريد ان اتحدث معك في البدايه عن المشهد الميداني، ما يجري على الاراضي السوريه، واليوم التركيز بشكل خاص على الزبداني. هل الزبداني برايك بالنسبه للمعارضه، مصير الزبداني كمصير القلمون في نهايه المطاف؟ الو نعم شيخ خالد، هل تسمعني؟ يا هلا. نعم، اريد ان اذهب بك في البدايه الى الامور الميدانيه، الى الزبداني. لا، غيرت الاكونت الواي فاي، فعلا كان الاكونت الاخر ضعيف. اي غيرت. نعم شيخ. يلا. شيخ نحن على البث معك. أوكي. نعم شيخ. يلا. هل تسمعني؟ طيب تفضل. سوف نعود للشيخ مره اخرى على ما يبدو انقطع الاتصال معه. اردت الحديث عن ان تستمر بقضيه معي. نعم، يعني بالنسبه للاشخاص اللي يتم تسويتهم من السوريين في الآونة الأخيرة، بدأ ضم هؤلاء العناصر. يعني لما أنت بتضم 500 عنصر، هدول مش ومعهم خبرة، يعني كيف الإرهابيين بيتصرفوا على الأرض، أماكن التواجد تبعتهم، الأسلحة، الإمدادات اللي بتجيهم، يعني في خبرة. هاي كمان زادت من المعلومات الموجودة لدى الجيش العربي السوري، استغلالها راح يكون يد الجيش هو يد العليا على محاربة الإرهاب، ورح يتوسع لمناطق تانية، وخاصة بعد جمع معلومات دقيقة المرة هاي غير ما كانت بالسابق. نعم، تحدثت عن حزب الله على الزبداني، وأيضا دور حزب الله في القلمون، وتدور أنباء كثيرة في الآونة الأخيرة ربما اقتراب خروج حزب الله من الأراضي السورية. هل تتوقع هذا السيناريو؟ يعني نحن نسمع على سيناريوهات كثيرة بالنسبة لحزب الله، بالنسبة لإيران، بالنسبة لروسيا، رح يستغنوا عن النظام، رح يستغنوا عن الأسد، ما هي إلا إشاعات ودعايات. في سؤال يعني أحيانا بيخطر ببالي، ماذا لو سوريا تخلت عن هؤلاء، تخلت عن حزب الله، وتخلت عن إيران، وتخلت عن روسيا؟ أصدقاء سوريا. أصدقاء سوريا، فكيف الوضع كان رح يكون؟ أكيد الأمريكان رح يحضنون للأسد، وأكيد الغرب كله رح يحضن للأسد، وأكيد رح يكون وضع سوريا ليس بالمأساة اللي نحن بنشوفها اليوم، وربما كان تزدهر أكثر بكثير. ولكن موقف السيادة الروسية والإيرانية وحزب الله وروسيا وسوريا هم يد واحدة متكاتفين، ولا شك بالتعاون المستمر بيناتهم. نعم، أريد أن أعود للشيخ خالد الخلف، محامي وسياسي عربي. شيخ خالد مرحبا بك في البداية. بالنسبة للأمور الميدانية على الأراضي السورية، التركيز في الآونة الأخيرة على مدينة الزبداني، لماذا تركز المعارضة على هذه المدينة، وهل مصير هذه المدينة كمصير القلمون بالنسبة للمعارضة؟ يعني أولا مساء الخير لكم ضيفك ولجميع مشاهدينا. سيد الكريم، الزبداني مدينة مهمة جدا، وتقع في منطقة أيضا مهمة جدا، وهي سبق وأنا تحدثت، وأعتقد أن الأغلبية يعلم أن الزبداني هي
خطوط وصل لما يسمى بالهلال الإيراني يعني سفر الزبداني، ولكن بإذن الله لم تسقط. يعني هناك رجال أشداء موجودين داخل الزبداني يدافعون عنها. لذلك إذا تلاحظ خلال أقل من شهر أو شهر تقريبا 4 هدن يقترحها النظام عن طريق وسطاء. النظام يحاول أن ينهي مسألة الزبداني، حاول أن يحسمها فكريا هو وحزب الله الإرهابي، ولكن لم يستطع، والميليشيا الإيرانية الموجودة هناك لكن لم يستطع بفضل الله ثم بسواعد الثوار. لكن يعني الآن نعم، لكن شيخ اليوم هي نعم، لكن شيخ من اعترض على الهدن هم هو الإيرانيين، حتى أنه حصل خلاف بين مفاوضين النظام المكلفين بالتفاوض من قبل النظام والمفاوضين الإيرانيين الذين جاءوا كوفد. ولماذا عرضت إيران هذه الهدن؟ إيران تحاول أن تغير يعني مخططها أن يتم تغيير ديموغرافي كامل لمدينة الزبداني، يعني يخرجون العرب السنة ويوطنون إيرانيين من في هذه المدينة حتى يكتمل ما تخطط له في المنطقة الشرق الأوسط يعني بشكل عام. نعم شيخ خالد، النقطة الثانية وأن النظام أيضا يركز في الآونة الأخيرة على ريف إدلب وأيضا اللاذقية، دعنا نقول مناطق في إدلب على سبيل المثال تقع في أيدي المعارضة، هل نحن أمام مرحلة جديدة من الحرب ما بين المعارضة والنظام التي يصفها النظام دعنا نقول بمرحلة تقدم بالنسبة للجيش السوري؟ نعم، هناك يعني التطورات القادمة إن شاء الله تكون بالخير. نحن ضد الفكر المتطرف وضد الإرهاب وضد المتطرفين، لكن هناك من يقاتل على الأرض ثوار سوريين من كل المذاهب من كل الأديان، لا يعنيهم أي انتماء، إنما ما يعنيهم هو التخلص ودحر الاحتلال الإيراني للمنطقة. اللاذقية قادمة على الطريق، إدلب قريتين شيعيات هي التي هي الفوعة وكفراية تحاول هذه الميليشيا الموجودة المحاصرة الآن داخل هذه القريتين أن يعني تهاجم الثوار وتحاول أن توقف امتداد الثوار باتجاه الساحل، تحاول جاهدة أن ما تراها مسؤولية عليها القيادة الإيرانية يعني في المنطقة، لكنهم فاشلون بإذن الله. نعم، وصلت على كل الأحوال. نعم، وصلت فكرة الشيخ خالد الخلف محامي وسياسي عربي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. أردت التعقيب؟ نعم، يعني دائما كل هذول ذات العقول الفاسدة يعني ما لديهم أنه إن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله الله يريح سوريا منهم وينتهي الإرهاب والحرب اللي موجودة بهذا، لا يوجد عندهم أي تقدم ولا أي مخططات حتى اليوم. هني عبي يعني خاصة بالزبداني الوضع هناك قدامهم حلين، أما الاستسلام وأما القتل، ما في حل ثالث. ووجود إيراني كميليشيا عم بتحارب مع أو كجيش عم بيحارب مع جانب الجيش العربي السوري هذا غير صحيح. نعم، في مستشارين إيرانيين موجودين بسوريا كما يتواجد اليوم مستشارين روس. هو يقول بأن إيران رفضت هذه الهدنات الإنسانية داخل. بالعكس من يقرر هو الجيش العربي السوري وليس إيران، وكان في أهداف إنه يطلعوا حتى يطلعوا السكان من هؤلاء القريتين اللي كفرية والقرية الثانية اللي موجودة بجنب الزبداني، ولكن ما يعني إرهاب ما فيك تعمل معه لا اتفاقيات ولا هدنة، وهن كانوا بالمقابل بيطالبوا أن يطلعوا بالأسلحة تبعتهم. إحنا أو الجيش العربي السوري بده تنظيف هاي المنطقة وما بده أنه كمان يستمروا أو ينتقلوا لمنطقة تانية وكمان يرجعوا يواجهوهم بحرب بمنطقة تانية. نعم، الدكتور حسن مرجع المحرسيس، شكرا جزيلا لك.